إذا البرتغال انتصرت على غانا وردت ربما على المشككين في وضع المنتخب البرتغالي على في ظل أزمة كريستيانو رونالدو الأخيرة. المنتخب البرتغالي اللي كان قادر أنه يتعامل إلى حد كبير مع منتخب غانا ولكن كاد أن يتلقى هدف في آخر دقائق لولا ستر الله. يعني يعني هو انتصار مهم، ثلاث نقاط مهمة في بداية المشوار، ولكنها لا تكفي ولا تغني من جوع. هي نقاط ربما نعم كاملة، ولكن الأداء عليه علامات استفهام كبيرة، عليه إشارات تعجب كثيرة جدا من قبل الجماهير، أداء دفاعي غير معقول من جانب المنتخب البرتغالي وغير مقبول، وخصوصا من روبن دياز الذي يعني ما قدم أحسن مواسمه هذا الموسم مع مانشستر سيتي. بالمقابل هجوميا المنتخب البرتغالي كان قادر يخلق فرص، كان قادر يسجل أهداف، وكان قادر يرجع رغم أنه غانا تعادلت، ولكنه كان قادر يرجع ويسجل هدفين وينتصر بالمباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين. حديث الأول راح يكون عن كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو دخل إلى هذه المباراة متوتر، مبين عليه علامات التوتر، كان حتى البادي لانجوج أو لغة الجسد تبعه مبين فيها أنه هو مش مرتاح، أنه هو عم يحاول يثبت للناس أنه هو موجود، أنه هو قادر يسجل، قادر يقود منتخب البرتغال. وكل هجمة كان يضيعها، لما ضيع انفراد بداية المباراة وبعدها ضيع كرة رأسية أيضا، كانت علامات ربما العصبية أو الحالة من الغضب الشديد بادية على وجهه، وبالتالي هذا الشيء بدل على أنه رونالدو داخل المباراة مش مرتاح. اللي حرر رونالدو من كل هاي الضغوطات كانت ركلة الجزاء اللي هو تحصل عليها وهو سددها بنجاح في مرمى المنتخب الغاني، وبعد ذلك بدأنا نرى ربما تحسنا طفيفا بأداء كريستيانو رونالدو، مش تحسن كبير ولكن تحسن طفيف خلينا نحكي، وهو اللي ساهم إلى حد ما بالتأثير إيجابا على عقلية لاعبي المنتخب البرتغالي خلال هذه المباراة. عندي علامتين استفهام على تبديلات المدربين منتخب البرتغال ومدرب منتخب غانا. مدرب منتخب البرتغال بداية تسرع جدا بعملية الثلاث تبديلات التي قام بها، أو ثلاثة تبديلات، بإخراج جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو وبرناردو سيلفا، لأنه بإخراجه لهؤلاء اللاعبين رفع الضغط عن دفاع غانا وسمح للمنتخب الغاني أنه يهاجم بشكل كبير جدا، ونجح بتسجيل هدف الثاني منتخب غانا، وكان قريب من تسجيل هدف الثالث لولا أنه اللاعب اللي قطع الكرة من الحارس في نهاية المباراة ربما صارت في حالة من أنه فقد التوازن وأضاع الكرة في نهاية اللقاء. بالمقابل مدرب المنتخب الغاني تبديل بخروج قدوس وخروج أندري آيو ودخول جوردان آيو ودخول بخاري كان تبديل غريب جدا. بمجرد ما صار التبديل رأسا تلقى منتخب غانا الهدف الثاني، ربما بعد ذلك بدقيقة أو دقيقتين بس مش أكثر من ذلك. بالمقابل أيضا فرناندو سانتوس، سؤال لماذا يبدأ بجواو فيليكس على حساب لياو؟ شفنا لياو لما دخل على أرضية الملعب كيف قدر يغير شكل البرتغال هجوميا، قدر يخلق خطورة، قدر يسجل هدف بعد ثواني من دخوله لأرضية الملعب، لاعب سريع مراوغ، شايفين أداؤه مع ميلان. بالمقابل جواو فيليكس بشوط المباراة الأول أضاع هجمتين خطيرتين جدا، نعم سجل هدف في شوط المباراة الثاني، ولكن أعتقد أنه لو لياو بدأ المباراة أساسي كان ممكن أنه البرتغال تطلع بنتيجة أفضل من ذلك بكثير وتخلص المباراة بأريحية أكبر من ذلك بكثير. بكل أمانة المنتخب الغاني تفوق في منتصف الملعب، خلينا متفقين على هاي العملية، وجود قدوس وبارتي واللاعب الآخر اللي كان موجود في منتصف ملعب أيضا غانا كان مساهم بشكل كبير بأداء المنتخب الغاني، بتألق المنتخب الغاني في وسط الملعب خلال هذه المباراة وتفوقه على المنتخب البرتغالي. غانا قدمت مباراة جيدة، أعتقد أنه هاي أفضل مباراة للمنتخبات الأفريقية في كأس العالم حتى الآن، أداء هجومي جيد، صناعة فرص، سرعة في نص الملعب، دفاع كان منيح كذلك، ما كان سيء دفاع غانا. والبرتغال علامات استفهام كبيرة على الأداء حتى في منتصف الملعب. برونو فرنانديز، مين شاف برونو فرنانديز اليوم بالملعب؟ أعتقد ما حدا شاف برونو فرنانديز اليوم. حتى برناردو سيلفا لم يكن برناردو سيلفا اللي بيمسك الكرة من نص الملعب وبيطلع فيها للهجوم وبيسجل هدف أو بيصنع هدف، ما كان هذا برناردو سيلفا. اختيارات المدرب أثرت بشكل كبير برأيي على أداء المنتخب البرتغالي في هذه المباراة. على كل حال هي ثلاث نقاط مهمة بالنسبة للبرتغال، خسارة بصراحة ما بعرف هي مستحقة ولكن كان ممكن يتجنبها منتخب غانا، بس أكيد رح تعطيه دفعة معنوية كبيرة. طارق لامتي بعد المباراة قال بتصريحات خاصة لسي ان ان أنه نحن بالعكس هاي المباراة أعطتنا دفعة معنوية جيدة جدا ورح نقدر أنه نتعامل مع المباراة القادمة بشكل أفضل من ذلك. هذا كان كل شيء بخصوص مباراة البرتغال وغانا اليوم.
من هنا من أمام ملعب 974 هنا في قطر. خلينا نشوف شو راح يصير بالمباريات القادمة وعلى شو راح ترسى هاي المجموعة.